33 مليون درهم غلاف مالي خصص لإعادة تأهيل وتقوية الطريق الإقليمية رقم 7306 الرابطة بين خنفرة وتافشنة على طول 13 كيلومترا، مشروع من بين أهدافه فك العزلة عن المناطق القروية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم. مخطط انطلاقه ديال توسيع وتقويه الطريق اللي تسدي الاروكو على 6 امتار. هذا الطريق اللي غادي يتمكن من تشجيع السياحه بالاقليم اللي ما كنضعف اقليم خنفرة اقليم سياحي بامتياز. بحضور مسؤولين محليين تم إطلاق مشاريع أخرى تهم دعم الأنشطة السياحية بالإقليم، من بينها الشطر الأول من مشروع تهيئة الموقع السياحي أروغو المنجز في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. البرنامج الثالث اللي كيهتم واللي كيهم الشباب وكذلك الناس ذوي الدخل المحدود، والمبادرة البرنامج المبادرة جات باش تعاون هاد الناس لخلق مقاولات صغيرة وكذلك لمساعدتهم في إدماج في النسيج الاقتصادي. المشاريع الجديدة من شأنها فك العزلة عن المناطق القروية والمساهمة في انفتاح إقليم خنفرة على باقي جهات المملكة.